ايه هاي بنات، النهاردة فكرت اعمل ميك اب لوك اللي هي السموكي بس خفيفة شوية، اللي هي لو احنا خايفين نحط السموكي اي تقيلة قوي. السموكي اي اللي انا هفرجها لكم النهاردة انا بحطها كتير ومش بحس انها اوفر ولا تقيلة، وتنفع لأي حاجة يعني شيك شوية، لو فرح او يعني معزومة في حتة لطيفة بعد الظهر ممكن تحطيها وتحطي تعملي ميك اب لوك دي. اوكي، اول حاجه مهمه انت بتعملي اي ميك اب لوك سموكي شويه او اي ميك اب لوك تقيله، انك تحطي الاي شادو بتاعك قبل ما تحطي الفاونديشن بتاعتك، عشان لو حطيتي الفاونديشن بديتي تحطي الاي شادو ابتدى ينزل، هينزل على الفاونديشن وانت مش عارفه تعملي ايه ساعتها، همسح الفاونديشن ولا اعمل ايه. فاول حاجه هعملها هي اني هحط برايمر للجفون بتاعتي برضه. تاني حاجة هعملها هستعمل الاي شادوز بتاعتي، والاي شادو اللي انا هستعمله النهاردة هي باليت من ذا بادي شوب، كنت جبتها زمان وكانت نازلة في سيل، على ما اظن هي لسه موجودة بس شكلها مختلف، شكل العلبة يعني. والسموكي اي اللي هعملها النهاردة موف، انا عارفة ان هي بسيطة وسهلة بس هي يعني بداية حلوة، وبعد كده هبعمل لكم السموكي اي التقيلة اللي بالاي شادو الاسود وكده يعني متخافوش. اوكي، فاول حاجه هعملها اني هاخد، هي بالترتيب كده هاخد اللون الفاتح الاول، وهي بتيجي معاها فرشها. اول حاجه هعملها اني هاخد اللون الفاتح خالص ده وهحطه على جفني كله. اوكي، بعد كده اللون اللي جنبه اللي هو افتح منه سنه ده هاخده برضو، وبرضو بحطه على معظم جفني يعني ما عدا الحته اللي جوه قوي دي، بس ده برضو لون بيز يعني لون يتحط على الجفن كله. بعد كده هياخد فرشة تكون اسمها الفرشة اللي هي فلافي شوية دي، اسمها بلندين براش، هاخد بيها اللون الغامق بس مش أغمق واحد، الغامق شوية الأول، بعد كده هحط على النص البراني من جفني. اوكي كده اقل حاجة كده رقيق شوية. بعد كده هاخد اللون الغامق ده، اللون ده اصلا ممكن استخدمه المفروض كايلاينر، هم حاطينه في الباليت عشان كده، بس لو احنا عايزين نعمل سموكي اي هناخد اللون الغامق ده، بس ايه هناخد شوية على قدنا يعني مش هنبقى طماعين. هو برضو البالت دي حلوة عشان الألوان مش مبطشة يعني. بعد كده عن العظمة زي اتفقنا في الفيديو اللي فات هعمل دوائر بس الفوق، هبعد عن الجفن خالص لأن هقفل عينيا لو حطيته على الجفن. حوالين الجفن كده، فوق الجفن برضو هخش لجوه شوية. كده بصوا بينت كأن عندي شوية جفن، كأن عينيا أوسع سنة. عايزة أقولكوا إن الفرشة مهمة جدا، لولا الفرشة لولا إن اللوك شكله حلو. فحتى لو عندك اي شادوز مش تحفة، لو جبتي بلندنج براش هتفرق جدا في اللوك بتاعك. هاخد الفرشة بتاعتي هنضفها على ايدي، على حتة نظيفة في ايدي. بعد ما نطفت هعمل بلندنج اكتر، هعمل بلندنج للحتة اللي هي الطرف اللون يعني الحتة اللي ما بين اللون والحتة اللي ما فيهاش لون. بعد كده هاخد فرشة تكون اللي هي دي اللي هي كورة كده، وهاخد اللون الغامق اللي كنت بستخدمه وهنزل تحت عينيا. بعد كده هحط ايلاينر،
بس ودخلت الايلاينر لغاية عيني من جوه. بعد كده هركب رموش عشان زي ما قلت اللوكتي بتاعت افرح اكتر. يعني هبعمل فيديو لوحده عن ازاي نركب الرموش في البيت، عشان يعني لو شرحت الفيديو هيبقى طويل. بعد كده هعمل حبي. اوكي وفي حبي هعملهم 8 عشان اللوك دي اوريدي يعني انتنس شوية. فلو عملت حاجة بستريت يعني مش هيبقوا لاقيين على بعض. بعد كده هحط فاونديشن ويعني هكمل بقية وشي، بس بتهيألي مش هيبقوا كله في نفس الفيديو. هبعمل فيديو بعد كده ازاي كونتور وازاي احط الفاونديشن وازاي احط رموش. بعد كده هحط برونزر عشان انا شكلي مدي على فامباير حاليا، بس يعني فاونديشن دي فاتحة شوية. اوكي هحط بلاش، بس حطيت هايلايتر على مراخيني وجوه عينيا وهنا برضو. اخر حاجة هعملها هي شفايفي. اول حاجة هحط البلاينر. حطيت البلاينر زي ما قلنا في الفيديو الاولاني في الحتة اللي في النص ديت. بعد كده هحط الروج. انا طبعا ما بحبش احط نود روج نود عشان هو مش بيليق على الناس شفايفة رفيعة، بس عشان عملت البلاينر اقدر احطه. بعد كده هحط ليب جلوس لونه بينك شوية. الميك اب لو انت عايزة تسميه سموكي اي خفيفة. نفسي قوي اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم واداكوا فكرة تحملوها انتوا كمان لو انتوا عايزين تحطوا ميك اب. ولو انتوا اول مرة تشوفوني او اول مرة تتفرجوا على الفيديو بتاعي وعجبكم الفيديو، بليز اعملوا سبسكرايب واعملوا برضو لايك عشان الناس تانية تشوفوا الفيديو لما يبقى فيه لايكس فيديو الناس تانية تشوفه. وبس وتعالوا تاني شوفوا الشانل بتاعتي، ان شاء الله هنزل فيديوز تاني. بس فاتمنى الميك اب تكون عجبتكم. بس هي دي الميك اب.